موجز لآخر وأهم الأنباء نقدمه لحضراتكم من جريدة الدستور، وتقرأه أمين عوض ومنذر صالح. أهلا بكم. التقى جلالة الملك عبد الله الثاني مع عدد من رؤساء الوفود المشاركين في اجتماعات العقبة التي بدأت اليوم السبت لمتابعة بحث وتنسيق الجهود الدولية في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف. عقد الفريق الاقتصادي اجتماعاً اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وناقش الفريق الاقتصادي مجموعة من السياسات والإجراءات الاقتصادية والاستثمارية التي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتعزيز النمو الاقتصادي التي تسهم في توفير فرص العمل والحد من البطالة خاصة في المحافظات والأطراف. بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم مع مفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي سبل توسيع مجالات التعاون المتنامية بين المملكة والاتحاد الأوروبي. وقعت نقابة المهندسين الأردنيين اتفاقية تعاون مع نقابة المهندسين السوريين، وتنص الاتفاقية بين الطرفين على ضرورة التعاون لإثراء العمل المهني والهندسي وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية لرفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها. وقعت مؤسسة ولي العهد مذكرة تفاهم مع الصندوق الأردني للريادة، حيث تهدف إلى العمل بشكل مشترك على دعم قطاع الريادة في الأردن بما ينسجم مع سياسة عمل الطرفين، وترتكز استراتيجية المؤسسة على 3 ركائز مختلفة ومترابطة، هي المهارات والابتكار، القيادة والتميز الشبابي، والعطاء والخدمة المجتمعية. نفت الحكومة ما يثار بشأن تخفيض وزن اسطوانية الغاز المنزلي، مؤكدة أن وزنها ما يزال 12 كيلوغرام وما تزال تدعمها بذات الوزن. صوت الأردن لصالح مجموعة قرارات تخص القضية الفلسطينية وتدعم عمل وكالة الغوث الأونروا، وتستنكر الاستيطان الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشريف، وقرارات أخرى تتعلق بحقوق المواطن العربي والفلسطيني وحقوقه على موارده الطبيعية في أرضه المحتلة. أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن القانون رقم 38 لسنة 2018 المعدل لقانون ضريبة الدخل تضمن منح المكلف إعفاءً شخصياً عن دخله بواقع 10,000 دينار، وأضافت أن تم منح 10,000 دينار بدل إعالة، و1,000 دينار لكل ابن، ودينار بدل نفقات الصحة والتعليم، وبحد أعلى 3 أبناء على أن لا يتجاوز إعفاء العائلة 23,000 دينار. في الشأن الدولي، نشرت فرنسا اليوم السبت 1,000 من قوات الأمن تأهباً لتجدد مظاهرات السترات الصفراء في العاصمة باريس ومدن أخرى في مواجهة بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة للأسبوع الرابع على التوالي، حيث تم إغلاق برج إيفل والمعالم السياحية الأخرى والمتاجر لتجنب أعمال النهب، وتم إزالة مقاعد الشوارع لتجنب استخدام القضبان المعدنية كمقذوفات. فاز مركز الحسين للسرطان ببطولة كرة القدم التي أقامتها اللجنة الاجتماعية في نقابة الممرضين، وشارك فيها عدد من مستشفيات القطاع العام والخاص. أخيرا نصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تبقى المملكة اليوم تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة والرطبة التي رافقت المنخفض الجوي. أما يوم غد الأحد فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح ضمن معدلاتها الاعتيادية في مثل هذا الوقت من السنة، وتسود أجواء باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، وتكون الأجواء لطيفة في الأغوار والعقبة مع ظهور غيوم مع ارتفاعات منخفضة. الرياح تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة. هذا والله أعلم. للمزيد من الأخبار والتفاصيل تجدونها على موقعنا الإلكتروني www.addestour.com. نهاية الموجز، في أمان الله.